لا تأمن فيها لا على نفسك ولا على مالك. مدينة هي الأخطر في العالم، إنها كاراكاس عاصمة فنزويلا. كاراكاس تصدرت مؤشر المدن الأقل أماناً في العالم، وهذا وفقاً للموقع الأمريكي نومبيو، وهو أمر ليس بجديد عليها، فهي تصدرت من قبل مؤشرات المدن الأكثر عنفاً لسنوات عدة. في هذه المدينة اللاتينية تجد أنواع الجريمة كافة متفشية، ما يجعلها على رأس قوائم تحذيرات الدول لرعاياها من خطورة السفر إلى هناك. فنزويلا تملك معادلة غريبة أوصلتها إلى هذا الوضع الأمني اللامحتمل، فبينما تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم يؤهلها لتكون في مصاف الدول العظمى، إلا أنها تعيش في وضع اقتصادي متردد مع ارتفاع مرعب لمعدلات الفقر. وفي ظل فشل جميع المحاولات للخروج من متاهات العنف والجريمة، تظل كاراكاس تبحث عن أمنها المفقود.